بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ممجد الأغتوال من ذني تقنغ ذي الكورنيش ذي ملعب القرب ذيج المقابلة ودية استضف المنتخب الوطني القصر القامة وسين دغانغ كضيوف. النشاط تنظم في المجلس الإقليمي أكل جمعية جمعية كرة القدم لقصر القامة، ولهذا ونتا ذيج المبادرة طيبة. تشكاري بالمناسبة جميع الإخوان يعاون نغيق النشطة لأجل التعريف أولا وقبل كل شيء زي المدينة النغض الإقليم، خصوصا يودانا الفئة يودانا عمص تغوى دوسينا ذي المقابلة ذا. الحمد لله دوسين دي الوقت المناسب نصطف فيهن أكخد ماء اللعابة الإقليم النظور ورام الجمهور غفير يوداني عجباس نحر مرة تشكاري. واخيرا تشكاري غرفين وخل الاستضافه خذ غامي غرغ ديوساح وما دير طال المقابله. يا شكرا جزيلا. سام نصيري مدرب المنتخب الوطني قصر القامه. كما كيشوف الجميع حنا اليوم بدعوه من المجلس الاقليمي بمدينه الناظور اللي لبينا اليوم الدعوه، كنشكرهم من هذا المنبر هذا على هذه البادره هذه. بالنسبه للمنتخب الوطني قصر القامه مقبل على تدوره ديال كاس افريقيا ان شاء الله في دوله مصر. التدارب كتمر باجواء جيده. احنا اليوم في مقابله استعراضيه ضد قدماء فريقي فتح الناظور وهلال الناظور. كنشكروا الساكنه ديال مدينه الناظور اللي لبات الدعوه وحضرت تشجع هذه الفئه ديال قصر القامه. شكرا جزيلا، وكنتمنى الحظ للفريقي هلال الناظور وفتح الناظور ان شاء الله، ولما لا نشوفهم في قسم الوطني الاول. شكرا جزيلا. اول مره في مدينه الناظور. بالنسبه للاعبين زاروا انحاء عديده في مدينه الناظور وعجبهم الحال كثيرا، حتى ساكنه ديال مدينه الناظور استقبلوهم بصدر رحب. كنشكرهم جزيل الشكر. شكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله عثمان رئيس جمعيه الملاكمه. اليوم رانا هنا في الكورنيش ندير واحد الماتش مع الفريق الوطني. الحمد لله درنا واحد الاستقبال مزيان وتيلعبوا الكره الله يكثر خيرهم. وكاين هنا قدماء ديال الهلال وكاين لعابه ديال كافه المخدرات وكاين ديال الدراري ديال الجاليه وكاين الدراري ديال جمعيه عثمان. درنا واحد الماتش حبي الحمد لله. دابا النقطه راها لواحد لزيرو. الفريق الوطني هما اللي تيربحوا القدماء ديال الناظور. تنتمنوا يعني بالمغرب كامل يعطيو يعني الاهميه لهاد الدراري وهاد الفروق وهاد الناس الله يكثر خيرهم. والله العظيم زعما هادو بحال خوتنا بحال ولادنا فيهم كل شيء، حتى الجاليه خص يعطيو الاهميه لهاد الدراري لان شرفونا برا وفي العالم. لعبوا في البرازيل، لعبوا يعني داو البطولات يعني على برا. منتخب اللي عندنا دابا يعني زوين. تنشكروا الرئيس المجلس الاقليمي اللي رحب بهم وتنشكروا الساكنه ديال الناظور كامله اللي رحبت بهم. ما نساوش عارفينو هما اللي جاو داروا لنا التغطيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم المدني عثماني لاعب كره القدم قصر القامه وعضو الجمعيه المغربيه قصر القامه. تنبغي نشكر هذه المبادره اللي داروها المجلس الاقليم مدينه الناظور. وتنبغي نشكر فرحان بزاف جيت هنا ولعبت مع شفت هذه المدينه الجديده مع الدراري. شكرا بزاف. نهار قام بجد ملعب زي الملاعب الكورنيش مني يتستضف نظر الفرقة المنتخب الوطني المغربي لقصر القامة لكرة القدم. أول مرة تسند غنظر طوان رجل شارع قرن أنظر أنظر هذه سنفرج للمقابلة جين قدماء لاعبي النظر باش نشجع الفئه ذي العينه الشريحه نيودان باش هو تحسين وسيج النقص رنيني باش تحس بني خفنسن رنيني كسائر لاعبين كره القدم امقرانا اللي مش سنقار يوذان العاديين. طبعا رجل الشرف نهارا كجمعيه ايمن استضفنا نقص دعنا نقضي ودي حنجان جمعيه ايمن التوحد صوانا كيساني ايران كيسن شويه رنيني باش نبدل شويه الجو حتى يحنجاني التوحد. ونتمنى ان شاء الله تلقى المبادرات يعني اتعاوز انت واتعاوز انت التصيمون واتقدس موقعنا ريفينو. ايوا برافو برافو عليك كمل كمل الطريق. ايه علي نزار علي ناخذوه ناخذوه بالتعب ما تدوش ما تدخلش دابا سالي. لا 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 سالي واش بس بس يا شوي اخذ بس على نزار يا نزار يا نزار يا نزار
شوية علينا حتى تبغي حتى تبغي لا 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 Hey!
قدام قدام مصطفى غتدفعها صافي صافي Do it.